الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سيدنا أيوب لا يرد الدود إلى جسده، ووصل بالبعض أنهم زعموا أن أيوب عليه السلام كلما سقط الدود من جسمه رده إليه، وهذا كفر والعياذ بالله. فجوابنا أن أهل الحق أجمعوا على أن الكبائر مستحيلة على الأنبياء عليهم السلام، فما يروونه من تلك القصة من أنه كانت تتساقط الديدان من جسمه ثم يعيدها ويقول لها: يا مخلوقة الله، يا مباركة، كلي مما رزقك الله. فهذا فيه نسبة الكبائر إلى أيوب عليه السلام، وهو مخرج من الدين، لأن الإضرار بالجسم والعقل وإيذاء النفس بغير حق معلوم من الدين بالضرورة حرمته. وفي هذا القول سفه، والأنبياء منزهون عن السفه، فكيف ينسب لنبي من أنبياء الله يضرب به المثل في الصبر؟ فلذلك أثبت أهل الحق أن سيدنا أيوب لم يكن مرضه منفرا ولم يخرج منه الدود، ومن ثم يعيده على زعمهم ليأكل من جسمه. كذلك لم تصدر منه روائح كريهة ما دفع الناس إلى رميه على المزابل كما زعم بعض الناس أيضا، والعياذ بالله من الضلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.